مرحبا بكم مجددا. اللايف قبل قليل ده تمت مهاجمته وطلعنا وجينا من جديد. حبابكم نعتذر عن التأخير والشغل غير مقصود. الليلة بعافية شوية يعني، لكن برضه قلنا ما نفوت ونضيع مجهود الجوية. بتلبدري حبابك يا أخ عبد الرحمن، حبابك بتلبدري حبابك. ما شاء الله تبارك الله صاحية حبابك والله عبد الرحمن، حبابك محمد إدريس برضو صاحي، حبابك أخونا صدام متوكل عبد القفار فهد، حبابك أخونا رحال، رحال على كف الغدر حبابك، أخونا ناجي حبابك، أخونا طه حبابك، طه علي أخونا، أمير أمدان حبابك، حجة الإسلام حبابك، أخونا طارق حبابك، أخونا ناصر أم التوأم حبابك أو حبابك، طاهر أخونا، أيمن بخيت حبابك، أخونا هشام أحمد محمد تيسير الأمير حبابك، نجم الدين حبابك، وليد محمد علي حبابك، هشام تاني حبابك، عصام سر البوح حبابك، وفتح حسين سحر حبابك يا سحر، غياب سحر ليك فترة ما في، طمنا عليك إن شاء الله تكون بخير. إيهاب حبابك والله يا أخونا محمد حبابك، حبابكم كلكم، أختنا آمنة حبابك، وحباب بكري، حباب شهاب، حباب سامية حبابك يا أخونا بخيت، حبابك يا عبد العظيم عمار عبادة متوكل حبابكم، أخونا ناصر هلا بيكم، تسلم يا ناصر يديك العافية، أخونا عثمان عثمان الباقر مدسر حبابك، ياسين عوض عوض الجمري محمد حبابك، سلوى حبابك، اخوتنا فاطمة ولا مين فاتت فوق دي حبابك، اخونا طارق، طارق قال فطيتنا الفطك، وين يا طارق معقولة دي يا اخ، تبارك عبد الله مساء النور والسرور، اخونا مازن، رميساء، رامي رضوان حبابك، اخونا ايهاب حبابك، طبعا الحساب ده يا هو ثبتناه ما حصل ردينا عليه، بيمشي في التعليقات، بيمشي في التعليقات، لكن الليلة شفتي ثبتنا التعليق جمعا يا رب، ربنا يديم او ربنا يديم عليك نعمة العافية، ثبتنا التعليق طوالي يمشي مني فوق، برضه اخونا مصطفى تعليقك بيجري فوق طوالي، خالد احمد حبابك، اختنا ريان حبابك، توحيد ولا مين ولا توحيد برضو، صلاح اخونا قاضي حبابك، طيب الناس الجادة يزول يشير، الناس ما قاعد تنوم سبحان الله، وليد قال لي ما قاعد تنوم ولا شنو هذا نوم، ما شاء الله مثلا حسناتك تسلم يا غالي، نوم وين يا اخي ما قاعد يجينا نوم والله، محمد فيصل مارسا حبابك صباح الخير، طبعا الصوت حيكون منخفض عشان الليل والجيران وكده، ميرفت عبد وينك؟ ميرفت بتكون نامت يا معلم، منعم منعم سكودا فاطمة حبابك، خضر تيتا الرشيد حبابك، أبو بكر حبابك، أخونا عمار حبابك، ميرفت عبد قلت لك بتكون نامت،
راح سلم. تسلم يا عبد المصطفى، جدا حسلمك يا معلم. طيب عليك الله يا عبد المصطفى، سب التعليق ده وادعو لأخوي. جدا جدا حسبت التعليق، تعليقك فات من نفوق، ولو تعليقك فات من نفوق. طيب يا اخوان، عندنا عناوين. ده قال انا قديم يا عبد المصطفى، ما قاعد ترد عليه ليش؟ طيب ده قال انا قديم يا عبد المصطفى. وين يا اخوان التعليقات دي؟ اشكالات انها بتمشي فوق سريع، يعني شكلك عيان والله العظيم، فعلا عيان والله. التعليقات دي بتمشي فوق، ما قاعدين. انا قديم شنو؟ اقدم من الكسر معايا يعني بلغة الجيش حضر الصول. تسلم يا اسامة الجزوري، حبابك يا قديم ناصر، حبابك حبابك. طيب من امي منتظرنا اللايف، تسلم يا غالي. طيب الناس الجادة تشير على السريع كده عشان تحمل بزة ما يلحق البس الفات. شنبات يا عبد المصطفى، صلت عليها الضوء ان شاء الله يا معلم. والله ربنا يقويك، اليوم شغل ممتاز حقيقة حقيقة، اليوم في حركة وفي شغل غير مسبوق. أخونا غفاري، غفاري حسين، حبابك والله، أحلى تحية منك يا معلم، تسلم. الجيران كويس معاهم، يحضروا من غير نت. الله يضع عليك في محلهم، يحضروا من غير نت جدا. زي ما قلت والله يا معم. وانا وين الياس يونس؟ انت موجود يا الياس، انت على العين وعلى الراس. طيب طيب في 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 تعليق قبل شوية بيقول ما عارف عنده اخوه ولا عنده اخوه ولا شنو، المهم قال طالب يدعو له. تعاقوني في التعليق ده او صاحب التعليق يكرر، يعني يكرر التعليق ده تاني عشان نقدر شنو نثبت له التعليق. جدا جدا يا اخونا عمار او عمر، جدا عبد المصطفى، تسلم تسلم. عندنا عناوين فوق، عبد المصطفى الف سلامة ونور عليك، ربنا ينور من حيث يرزقك، من حيث من حيث لا تحتسب. تسلم كثير والله العظيم، جزاك الله خير يا طيب ثبت. ايوه 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 دقيقه دقيقه يا اخوان، التعليق ده مشكلتنا معاه شنو يا اخي؟ كل ما نجي نثبت يجري مننا فوق. تعطيني في التعليق ده. طيب يا هدى، ايوه قالت يا عبد المصطفى ثبت التعليق ده، ادعو معاي لاخوي استاذ طارق بالصحه والعافيه. اخوتنا ايمان، نظر لنا ربنا يشفي أخوك طارق وينعم عليه بالصحة. وأي زلمة موجود في في البزة يا إخواننا، 1700 ولا 1800 ديل، دعواتكم ربما تصادف دعوة مستجابة تعجل بشفاء أخونا طارق. نزلنا ربنا يشفيه ويعافيه إن شاء الله، ويقوم بالصحة والسلامة. يعني الناس تدعي يا اخواننا، اذا موجود في البث يدعي للسيد طارق دين، ربنا يواليه بس بالعافية والسلامة. اكشح لنا حلت شنو حلتين السحر بيها. طيب طالما انك جيت لموضوع هناي الحلل ده، ذكرتني الهندي، الهندي حسان، الهندي حسان. اغلبية الناس طبعا جبال شافوا الصور وينصدموا، جايب مصور كده وهو داخل تحت شجرة. والله الهند مش كان تدخل في الشجرة، شفت لو تطير المريخ وراك. الهند ده وقع معي وقعة، تسلم يا كمال كمال السيد. الهند ده والله العظيم وقع معي وقعة كده ما كان متوقعها، وحتى الناس اللي كانوا بيدافعوا له اختفوا. ما هو شوف انا احنا بقدام في الشغلة دي والله، انا من نجيب زول، انا زمان كان بحضر الناس زي الكيف، بجيب صوتك بقول لك انتظرني او بقول لك سخن، اعمل نظام بتاع تسخينه. فطبعا بيجوا المدافعين، الاهل، امه واخته، ابوه، جاره، نسيبه، دفعته، الزول اللي بملويه يده، انا قريب الضابط فلان، يمشي على ناس المرور، انا قريب الضابط فلان، ناس الغمتات. المهم كان بيدافع عنه، انت الزول ده شفت منه شنو؟
انت الزول ده ما عارف شنو، وانت قاصد يعني هو بالمنطق. يعني انا الليله ودى المصطفى ده اقصد ناس في الشرق، اقصد ناس في الغرب، اقصد ناس في الوسط، اقصد ناس ليه؟ انت ما عارف شنو مشكلتي، ما عارف شنو مشكلتي، ما عارف شنو. يعني انا الليله يمكن لما جيت اليوم ده عملت احصائيه كده للناس اللي فضحتهم من ضابط لفرد، احصائيه كده 875 والله، ده المذكرين 875 ده انا كلهم فضحتهم. هل تفتكر الناس دي انا عندي معاهم اشكاليه مشكله شخصيه؟ لا طبعا ما عندي معاهم مشكله شخصيه ولا قاصد فيهم زول، انا قاصد عمايلهم اللي هم بيعملوها. انت نظيف عفيف نزيه بتأدي واجبك، وحياة الله انا ممكن ادعمك، اي نوع من الدعم انا ممكن ادعمك، معنويا ماديا والله بدعمك، ما عندي لك حاجه. ما انت زول نظيف وزول شريف، وفي حاجات كده عملناها ما بنتكلم بها نحن. سعيد محمود مرحبا بك، في حاجات عملناها ما بنتكلم بها. لكن يا حبيبنا انت طالما انك انت مد يدك وسرحت، ما في ناس الواحد بيشيل الليله وبكره وبعد بكره وبعد بعده وبيسرح، ولا برحم المواطنين ولا بيخوت انه في حساب يوم القيامه ربنا يحاسبه. شفت النوعية ده؟ يا هو ده ربنا بس برفع منه الستر كده وبقع في ضد المصطفى. بقع في يد منو ضد المصطفى؟ بنمسكك هنا بنستفك. شفت لو بقيت وزير داخلية، لو بقيت رئيس هيئة أركان، لو بقيت مدير جهاز أو رئيس جهاز، ما عندنا لك حاجة، بنجيبك هنا يا أخ فلان ده فعلوا 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 فعلوا، ده مشروع أنا متبنيه معاوية أبو مهاب، ردينا عليك، ده مشروع أنا متبنيه وقضيت فيه سنين ما بتراجع فوقه. زمان الأسرة اتكلمت معايا في الموضوع ده، الموضوع ده خطر والموضوع ده بعمل لك وأعمل لك، ركبت راسي مشيت فيه. مين حياة أبوي؟ أنا شغال كده ما عندي حاجة لزول. ربنا رفع منك الستر، حولك اتحولت جيتني موضوعك انتهى نهاية. لا بنرفع منك، لما نقول والله يا زول ما هي شغلة بإثباتات ما ساي. يعني انت الليلة جبت لي زول وقلت لي زول ده شال مني مثلا رشوة او استقلالية او ابتزالي، طيب انا انت جيت اشتكت لي ده، انا ما خلاص بستلم منك المعلومات الاولية وبسألك بعض الاسئلة كده بقول لك امهلني. اعتزاز عبد القادر مرحبا بك، كويس بقول لك امهلني، مهلتني فترة انا بجيب معلومات كافية عنه. يعني والله العظيم في ضباط وافراد اتفاجئوا، في ضباط وافراد اتفاجئوا انا بجيب معلوماتك من تقديمك للشرطة ومن قبل ما تخش، بجيب تفاصيلك، بجيب فحص امني يعجز وشفت ناس الشرطة الامنية يجيبوا. انت ما لقيتني من محل يا معلم، انت ما مشيت على المواطن، المواطن ده انا انت قال لك انا بقول لك كلام بتاع جحاطه، بقول لك انا همي المواطن وانا وانا ضد المواطن، لا لا انا اصلا قلت لك همي المواطن. انا ما عايشت المجتمع ده وعارفه، عارف انه الشرطه دي فيها وسخ زي الوسخ، عارف انه ما في قانون بيتنفذ، عارف يعني الليله مثلا يمسكوا الزول عديل كده بتفاصيل ويتصل له ويتصل فريق يمشي بهنا يمشي بهنا يحلوها الموضوع ينتهي. عشان كده نحن لجأنا لشنو؟ لجأنا للسلاح بتاع التشهير، نشهر بك بس شفت تقعد كده نقطة في حياتك، كل الناس يعرف انك انت كدكة، دفعتك، جيرانك، نسابتك، دنيتك وعالمينك كلهم يعرف انك انت زول كدك، انك انت زول مبتز، انك انت زول مرتشي، انك انت زول بتاكل يعني باللفة ما معتمد على مرتبك، ده الغرض من الكلام ده كله. يلا انت محلات امشي داك امشي، شفت محلات امشي داك امشي، افضل سلاح اللي هو السلاح بتاع التشهير ده، نكشفك ونفضحك للناس كلها. وعلى القدم دخلت الداخلات كلها في الفتيل، والله العظيم زمان الناس اللي كان منشور قبل الاحداث تبدا، منشور البنزل صباحي ومنشور بنزل بالمسا، كل البوليس كان متابع، من اكتر ناس كان بيحتكوا المواطن اللي هم البوليس، وانا كنت مستهدف بالذات المرور مكافحة، المكافحة دي قال واي عادل المكافحة دي جبت منهم كمية
بالإضافة لناس المباحث، بالإضافة للنازي، بالإضافة للنازي. في حالات مرت علينا من الجهاز، حالات مرت علينا من الاستخبارات، حالات مرت علينا برضو من كويس النيابة، حالات مرت علينا من القضاء برضو. في كم قاضي كده أنا كان جبتهم زي القاضي يوسف ده، القاضي يوسف بلال تقعدنا أنا نسيتك ولا شنو بتاع كرري، القبضة مع البت واستلم، وأنا جبت التسجيل وجبت التفاصيل بتاعته. قاضي عديل ورئيس مجمع محاكم، ها استلم اقسم بالله العظيم في ورثه، مش استلم رشوه، في ورثه، ورثه ناس مساكين بيقسموا في ورثتهم، استلم رشوه من مره. الموضوع ده انا كان نشرته والناس دي كلها شافته هنا، مع ان انا حاجه لزول يا زول تتبلى بس. فالموضوع بتاع الحلل ده احنا ان شاء الله هنكون مستمرين فيه، وده المحتوى الاساسي بتاع الصفحه. ما هي الحرب دي ما بتدوم، انت خدت في راسك ان الحرب دي هتدوم 100 سنه ما بتدوم. الحرب ده ما هسه الجنجل فيه كملت، بالمناسبه الجنجل فيه كملت، الجنجل هسه مكابرين ساي مكابرين، ده شغل بتاع مكابره يا معلم، ده شغل بتاع مكابره. الحرب دي ما بكره بعد بكره بتنتهي، الناس اللي هيمشوا الحدود دي معلومه خدتها في راسك، الناس دي بكره بعد بكره هيسرتوا من العاصمه، حسبت من الحته دي كلها يمشي الحدود. يعني ده الشغل بيكون بعيد بعيد. يعني انا حزيت ذلك ما محتاج انه احنا نجيب لك التفاصيل، يبقى بيضي راجع لشنو؟ للمحتوى الاساسي بتاع الصفحه. بنجي هنا بنجيب الناس عايز يشتغل الشغل موسى، والله وحياه الله العظيم شرطه كسله على نيابه كسله، شرطه الدويم على نيابه النيل الابيض، على القضاء ناس عدبره، ناس مروي كويس، ناس القضارف، والله وحياة الله انا بقول لكم والشغل ما فيه تهديد، ده ما تهديد، ده بالحق. انا عندي ملفات هنا وكميه من الحلل، والله انا اجيب لك حل هنا تحتار ذاته وكتار، اقسم بالله بالذات ناس الدوام مسختوها كرهتوا الناس. زول اقول لكم سلام عليكم سادة ادعوا له رقم الحساب سلام كده بس، ما بتردوا السلام الا بعد ما تشوفوا الاشعار الاخضر. يبقى ليه نحن يا اخي ها نرفع منك؟ ما نرفع منك يا زول، بنبل لك بس. والله لو بقيت اخو شقيقي اتورطت في شبهه بتاع الثمانيتين، ولا اتورطت في اي حاجه، ولا مشيت على المواطن ده، والله مالكش حلتك، ومحل ما دار تمشي امشي. هسه عندك ناس كسلة سبحان الله، نفك من ده نقع في ده، هسه فكنا من ده وقعنا في النيابة. هسه يا مولانا بهاء الدين أنا جايك، ها مولانا بهاء الدين كسلة أنا جايك نيابة أنا جايك، سرد بساكت تقول لي وكل نيابة، وكل نيابة ده رقبتك والله، وكل نيابة لكن بتاع ثمانيتين بنجيبك طوال والله بكل تفاصيلك. وانت وكل النيابة مشيت شطبت البلاغ بتاع الهندي، الهندي حسان مشيت شطبت البلاغ، الحمد لله شغله وديناه للنائب العام، فتح بلاغ بتاع 180 في الهندي حسان. تاني تقدر تشطبه ده فاتحه ده النائب العام ذات لما نطلع على الاوراق، ما احنا بنشتغل في السلم، بنشتغل في السلم. يلا شوف دي هي بقت 130 180 180 يا اخوانا، الشغله دي في حاجات كده بتحصل في البلد دي كويس. ده قال ما حصل ردد عليه عبد الباقي ابو الروس محمد، وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. قال ادخل في التفاصيل ودل مصطفى. طيب يا نور تفضل يا نور، احضر من صفحه ثانيه، احضر من صفحه ثانيه، انت دارت بتسلي فيها تعبان؟ فكل انا تعبان اقسم بالله انا ما قادر اشوف قدامي هنا، تقول لك ادخل في التفاصيل، ما هي التفاصيل زادوا كويس. طيب اقول لزول ده ركب راس معاه وكيل النيابه، وكيل النيابه طبعا دي حاجه اخوانا في علاقه بتكون ما بين وكيل النيابه وبين ضباط الشرطه. انت كمواطن بضيع البلاغ بتاعك كده علاقات، احيانا وكيل النيابه بيكون عنده قريب ولا زول متصلين كويس كويس، ولا زول متصلين عليه بسببه بيتصل لضابط الشرطه
بيشتغل له الشغل ده لو زول قاعد مع ضبط الشرطة وين في القسم. كذلك النيابة، لو في زول من الشرطة استلم وعنده شغل في النيابة داري مشغله بيتصل على وكيل النيابة، وحياة الله وكلا نيابة تشوفهم رابطين كرفتاتهم ديل ويشبكوك قانون قانون ويتكلم وصوتك عالي من هذا، اقسم بالله ده الاكبر بتاع التمنيتين، اكبر بتاع التمنيتين وكلا النيابة ما تشوفهم مجار ما شفته من الدرجة الاولى. احمد حسيني قال رد عليه السلام، ردينا عليك السلام. فيقولنا نحن المرحلة دي بالذات اذا ما السودان ده بعد الحرب دي اذا ما رجع كويس، اذا ما يتغير الوضع يبقى نحن حاربنا الجنجر شنو اساسا؟ ده اختنا امنه دي قالت ما حصل، ردينا عليك يا امنه، يبقى نحن كويس عملنا شنو؟ كده سؤال. عشان كده نحن لازم نحارب الرشاوي ونحارب الابتزازات ولازم نستأصل بعض كويس. الجماعه اللي عاملين فيها رسالهم كوار عاملين فيها بشيلوا حق النازل طوال بالله كنا معنا لقي حاجة. طيب اخواننا سريعا سريعا كده نجل الموضوع ده بعدين ان شاء الله هنخش في التفاصيل عشان الناس ما تمل. عندنا عنوان فوق اللي هو بيتكلم عن شنو. وعليكم السلام. انا عندنا فوق بيتكلم عن الجزيرة وعن الفاشر وعن الخرطوم وعن الموقف العملياتي عموما والاضافة للنيل الابيض. بالاضافه كويس محمد بخيت قال ما ردينا عليهم. اه محمد بخيت ردينا عليك. بالاضافه للبشريات اللي قلناها، بالاضافه للفرقه 18 اللي هو كويس سامي الطيب. طيب ده قال الناس تشير. طيب اذا موجود في اللايف ده شير، عندك دقيقتين للشير، عندك دقيقتين للشير. اي زلمه موجود في اللايف ده شير. بدري بابكر حبابك وضر مصطفى. عليكم السلام. امل الحقيقي قالت شنو؟ امل قلت شنو سؤالك ده؟ انا فات مني فوق لكن يبدو انه مهم يعني. كرر السؤال ده. دقيقه امل دي قالت شنو؟ العموم السؤال جرى فوق في واحد اسمه امل من اخواتنا دي سال السؤال. أبو محمد حبابك يا أبو محمد قال شنو؟ هل حقيقة الجيش موقف العمليات؟ لا، ده كلام ساي. هو تقريبا الجيش معتمد على عمليات معينة في بعض المحاور بردت هاي، لكن ما موقف كيف؟ منون قال لك الجيش موقف؟ ما وقف لا حاجة. رشيد قال ما ردينا على كده. ردينا عليك يا رشيد، هل حقيقة الجيش موقف تعليمات لا عمليات؟ لا، ده كلام ساي. بس الايام دي في تسلم يا امل الحاج، بس الايام دي صح في برود في بعض المحاور، لكن ده برضو بدخل في موضوع الاعداد. طيب ابراهيم السيد قال ما ردد علينا، هو ردينا عليك. طيب لبابا قالت ممكن تورينا وضع الدويم جدا حوريك هاي. القيصر شرطة المرور. طيب ما ردت لي يا اخ. طيب يا عمرو بلقيس حسن قالت تمنيتين على شنو؟ تمنيتين ده بلقيس يعني رشوة. كويس عبد المصطفى وشك وش خير تسلم يا غالي. بلقيس ولا يمنو تمنيتين ده يعني رشوة، المادة 88 رشوة جدا. رد لك مزم الدولة هو الدسر. طيب يا اخوانا انا اول حاجة مبلول عيان، دي اول حاجة انا اقول لك والله العظيم مارك بالعافية، معلش الصوت حيكون واطي لكن إن شاء الله بقدر الإمكان حقدر أو حوصل رسالتي بأي طريقة. طيب ده قال لبيض، لبيض والله كويسة ما في حاجة يعني. لبيض
الشبكة بس يعني، والستارلينك مدور يعني. تمنتين على مادة الرشوة. أسامة مجاهد جلال، تسلم أخونا عثمان، عثمان مصطفى. طيب يا أخوانا سريعا سريعا كده نمر على التفاصيل. عندنا قلنا شرق النيل، شرق النيل طبعا كالعادة السراخ بدأ والبيكا بدأ والجقلبة بدأت، والأسطوانة المشروقة المعهودة والمعروفة الحفاظون على الجنجة، إنه والله العظيم يا أخي الطيران وما عارف دقة ومواطنين وما عارف شنو والكلام ده. فنحن قلنا لكم يا جنجة دي طبعا ده شغل مكرر يعني، ده شغل مكرر. ليه الطيران ما يمشي يدوك هناك؟ ليه بس التقاطع بتاع 13 ده؟ ليه التقاطع بتاع 13 ده؟ ليه كلكم جنجة يا أخي، كلكم جنجة، كلكم جنجة. وبعدين ده شغل دقيق جدا جدا، شغل دقيق جدا جدا. ونحن المواطن حذرناه، حذرناه حامد محمد، ردينا عليك المواطن حذرناه يا أخي. ما في حاجة بتجيبك مكان الجنجة، ما في مواطن بيجي للجنجة يا اخوانا. اي المواطن اساسا بنفر من الجنجة، ده المواطن الطبيعي بنفر من الجنجة. ما في حاجة بتخلي مواطن اي يحتك مع الجنجة ويقعد مع الجنجة نهائي. انا عارف هو طبعا من ناحية مواطنين كجنجة كده، انتوا ما جيش، انتوا مواطنين، انتوا لما تقصدوا او تقوموا تتكلموا عن انه الجيش دق المواطنين يعني، انا غايته فهمتكم انه الجيش دقاكم انتوا كمواطنين، لانه تاسس ما عساكر تصرفاتكم لسه، ما تصرفات زول عسكري، ده شغل بتاع ميليشيات ساي، ده ما شغل بتاع عسكري مدرب عسكري تابع لمؤسسة كويس. ده شغل بتاع ميليشيات. فانتوا مواطنين دي بتوصفوا بها نفسكم، مواطنين دي انتوا بتوصفوا بها نفسكم، وصدقتوا فعلا انتوا مواطنين. الليلة الطيران اشتغل شغل غير مسبوق، شغل لم نراه من قبل، شغل ده منذ فترة طويلة نحن كايسينه ما لقيناه. بل ملي بل ملي بل ملي مزرنا، والحمد لله شرق النيل دي انا عندي فيها مصادر وحياة الله ما لهم عدد، حتى لو مرتبهم ترتيب كويس. دقيقة دقيقة، ده قال منو؟ هشام، هشام قال أنا متابعك من بدري وما حصل ردد علي. هشام كده ردينا على رأيك شنو؟ السيد هشام، نرد عليك ما نرد عليك؟ لا يا هشام أبو نجاح، ربنا يخلي لك نجاح كويس؟ فمصادري هناك وحياة الله أنا مرتبهم ترتيب. عبد الله حبابك والله مرتبهم ترتيب، مصادرنا هناك ذاتهم درجات. شفتها وفيهم المكانات كده لهم من بيقادي، وفيهم اللي هناي يعني احنا يا اخواننا دون التفاصيل بتاعت الضربة، التفاصيل جابوا لنا بالملي، تجمع كله جنجة، تقاطع بيقى عبارة عن شنو؟ بيع بتاع ممنوعات، بيقى فوضى. اقسم بالله العظيم كله جنجة. اياك تيجي تقول لي مواطن، اياك تيجي تتكلم لي عن انه الشغل ده مواطنين، ما في نهاية مواطن يا زول، دول كلهم جنجة، دول كلهم جنجة. انت عارف الناس زل مشوا ستروا كم؟ دي معلومة أولية. عارف ستروا كم؟ عارف ستروا كم؟ عشان تعرف إن الطيران ده ساي، ستروا كم؟ والله ستروا 83. ده لسه في واحد ديل لحد بعدين قايت الشغل ده قفل المية بغادي. الفاتو ستروهم ساكت، شالهم بالدفارات مش ودهم. اللي تعرفوا عليه بالفضل فين بس بواقي 83. تيجي تقول لي قال ما عارف مواطنين، اي مواطن يا زول؟ اقسم بالله العظيم باجماع، باجماع المصادر الموثوق فين جنجة صر، جنجة صر يا معلم. شفت شغل بالملي وحاجة كده على السريع، دقوا المواطنين. ما لا لا ما في اي مواطن، ما في اي مواطن، دول كلهم جنجه يا زلمه. المواطنين دول انتوا قاعدين تستهدفهم، ما في نهايه جيش كده قاعد يستهدف مواطنين ولحد هنا بس واقفله. وبعدين هو يا جنجه كده سؤال يعني، انت بس انت كده داير اتعاطف معاك منو؟ داير اتعاطف معاك منو؟ داير اتعاطف منو؟ هسه بجوله ده هناي العميد خلا بجوله الانجاغم الليله ده في 13 ده، وده اساسا ذاته نحن لو جينا ذاته ما سوداني.
ذاته مع سوداني تشان جاي قال لك داري اشرب، قال تشرب شنو يا زول؟ تشرب هسه شربت ولا ما شربتها؟ ها مش بيغادي بالك رسل لحمد علي في الماسنجر، قول له يا احمد علي في اخر الطيران، وذاك طبعا ما مصادره كلها في الماسنجر، وعلى العلو قاعد على الهبشه اصلا داري طلص وداري سوق. يقعد ايش بكم؟ ما عارف شنو طلص يا زلمه. قدام بس يا جو قدام قدام طلص ساكت ما في. شوف وحياه الله اقسم بالله العظيم انا غيرته ما اعرف، انا نازل وقته من الكذب نهائي. قال لك مواطنين، مواطنين بتاع شنو يا كويس؟ طيب ده بالنسبه لشرق النيل، وده طبعا بناء عليه ونحن منحنا الجويه اليوم نجمه الانجاز، نجمه انجاز اليوم من نصيب الجويه. طيب شيل على كده هم ذاتهم اللي اليوم جاي يشتغلوا بيا عندك جهه النيل الابيض دي، بيا يشتغلوا شغل كويس جدا جدا، دقوا اهداف كثيره وشغل بالملي، شغل بالملي وتكثيف العمليات الجوية دي يا اخوانا ان شاء الله بتعقبها عمليات برية، ان شاء الله بتعقبها عمليات برية. وفي حركة، في تحرك الان، 18 شهرين بقوا يتحركوا ما زي اول. ولو الشغل ده كان من بداية الاحداث دي انتوا بديتوا تشتغلوا كده ما قاعد جديد الحقروكم ودخلوا بعض القرى، ولا كان في مواطنين ضاعوا فيها. ده دايرينه احنا ذاته برضو طيران غير الكون بتاع الجنجة والعدد من العربات والعدد الكبير من المواتر وتحييد عدد كبير من القادة في 13 برضو عندك بيجاي اتجاهات النيل الابيض بهنا برضو اشتغل شغل صح. نعلم جيدا ان الجنجة عندهم تجمعات في الصوفي والحتات دي وبتجمعوا، فلا بد من التعامل معهم يعني. وزي ما قلنا لك يقول لك الطيران ما بيحسم، لا هو الطيران بيحسم، الطيران بيشتغل، الطيران بيحسم لما يتجمع اكثر من 50 ولا 30 عربيه ينوي انهم يهاجموا حته والمعلومه تصل والطيران يتعامل معاه مشتت تفكيره بيحسم. لما نخليهم يفكروا في كيف انه يستروا فلان ويستروا فلان هنا يا زول بيحسم، كيف ما بيحسم يعني؟ فالتحاله الجويه في عموم المحاور الليلة اشتغلوا شغل كويس جدا جدا. كذلك عندك في الفاشل الليلة اتجاه الشرقي، اتجاه الشرقي 4 أهداف تم التعامل معها بدقة، 4 أهداف تم التعامل معها بدقة. عندك منظومة تسجل لها خروج بالنهاية، خروج نهاية. عندك عدد من العربات برضو سجل لهم خروج نهاية. انت نفسك غاي شغل زي الشغل، عشان كده لك قلنا لك نجمة الانجاز من نصيب الجوية وعن جدارة دون منافس، دون منافس. الناس بتكلموا لك عن ياه والله العظيم انه هل توقفت العمليات العسكرية، هل في اتفاق ما عارف تحت تحت، هل في عملية سياسية بتجري، وهل ولا يا اخوان هاي الكلام ده ما وقته وده طال الساكت. في حاجة اسمها اعداد وتكتيك ومراجعة، ده الآلة اللي بيعمل فوق الجيش. وهسي عندك الجزيرة الشابكين، الناس ما شغالين في الجزيرة، ما شغالين في الجزيرة، ما شغالين في الجزيرة. الجزيرة احنا تكلمنا معهم كلام واضح يا اخواننا هوي، وفي ضباط برضه تكلموا في الموضوع ده. الجزيرة هي تاخد أولوية ليه؟ لأن المواطن هناك ما بقدر أصبر أكتر من كده، الفيو كملت، الفيو كملت. طيب الان في معركه بيحضروا لها اللي هي معركه سنجا بالمكشوف، ولم نبدينا لم نقول لك المنطقه اكس سنجا، سنجا الان جاء الاعداد والمحركات المكلاه مهام استرداد سنجا على تم الجاهزيه. نشوف كلامي ده لو ما تطبق في الايام الجايه. سنجا تتشال سنجة بعد ذاك تاني، تعال شوف الشغل. جزيرة أصلا الأولوية للجزيرة، ده الشغل بيحصل يعني الناس تطمن. نلاحظ إنه حتى في الجزيرة الأيام دي برضه في نشاط، أولاد الجزيرة أقسم بالله العظيم شغالين شغل زي الشغل، والله العظيم في الجزيرة دي أقسم بالله العظيم الجنجة بيجوا لو ما عددهم كويس كبير بيجوا ما بخاطر يمشي أي قرية.
لأنه بيتخطفهم سكسك. أنا قلت لك أقسم بالله العظيم الرجالة والثبات اللي في قلوب الشباب اللي بتاع الجزيرة ديل وهذا ده شيء قلت لك ده رجالة ده شغل منقطع النظير يا زلمة، هذا ثابتين عديل مكملين عديل أقسم بالله العظيم والله نازل بالعشرات مش الجنة عاملين فيها راكبين راس وخش شاي محل أقسم بالله بالعشرات ده في الجزيرة والله العظيم 43 43 مرتزق اليوم في الجزيرة ده تم تحييده في الجزيرة وعليه القسم ده شغل بتاع مستنفري شغل بتاع مستنفري نهار رايك شنو بل ولا ما بل ونحن نقعد ذاته نقعد نشك كلمتين نحن نقول والله والحقوا لا لا خلاص الجزيرة دي عرفوا قضيتهم عرفوها عديل كده أولاد الجزيرة عشان كده نحن كان زمان بنقول يا إخواننا سلحوا يا إخواننا أدوا الناس يا إخواننا أدوا الناس هسه الناس زي البلع عندهم ده بس أقسم بالله العظيم شغال الشغل هسه الآن الدنيا في جروباتهم بك شيء بك شيء بقول لك قال يا أخي والله العظيم الناس زي في ناس عمل خاص يتوزعوا معاهم والله ناس عمل خاص يتوزعوا معاهم لا حاجة ناس العمل الخاص شغالين شغلهم والمستنفرين أبناء المنطقة دي شغالين شغلهم اقسم بالله قلت لك الجنجة شايلين الخلا والله يقاموا يشيلوا سلاح ويشوفوا البعض قنص عديل ناس عارفين المناطق دي والله عشرات ديال المستنفرين بس وبأسلحة متواضعة كملوا الرجال ولا ما كملوا ساعة قال الناس لو كان مسل... مين بداية الهناية كده بس سلك الله السلاح اللي كان ينسحب أحمد طيب ده لو وزعه كانت ده المواطنين ديل كده النازل عليك الله ما كان وروا الجنجة ده الكتاب انا قاعد اقول لك انه يا اخواننا الجنجة ده ترى ما عندهم ثبات دي معلومة خدتها في راسك ما في جنجة عنده ثبات الجنجة ثباته بال 23 بشوف ال 23 بشوف الاسبيين هاي بشوف الهنا العد بشوف المدفعين عنده هنا ده بيثبتوا كده كلهم بتثبت لكن كلاش تكلاش ما في جنجة بصبر ما في جنجة بصبر غارية في الجزيرة دي غارية في الجزيرة دي ميتين فيها العشرات اقسم بالله نازل بمدفعيتهم بسلاحهم ما قدروا يخشوها الا انسحبوا منها كويس تاني في زول بيقدر يتكلم في ناس الجزيرة ولا تاني في زول يقدر يفتح خشمه في ناس الجزيرة ولا تاني في زول يقدر يقول ناس الجزيرة ديل سوى ناس الجزيرة ديل زوى ولا في زول يقول لك ناس الجزيرة ديل دخلوا هنا اقسم بالله العظيم ان كان فعلوا الموضوع ده ناس معينين وناس حتى سجلاتهم ذات وتاريخهم وسخان لكن والله الجزيرة كده كرجال اقسم بالله كملوا الرجالة اقسم بالله كملوا الرجالة مش الان مشكلتهم عدم السلاح لكن اقسم بالله كملوا الرجالة في ناس شايلين عصايات قادر تصدق في ناس شايلين عصايات وماشيين مع الناس اللي عندهم اسلحة بقول لك اقسم بالله منطقتنا دي ما بتخش الا شنو هل احنا برا الدنيا دي بل ولا ما بل طيب على مستوى المتحركات على مستوى المتحركات في شغل وفي اعداد وفي ذخائر وفي تجهيزات وفي تعزيزات دفعات جيش وان شاء الله حيشتغل انا قلت لك الاولويه للجزيره اي منطقه في السودان ده الاولويه الان للجزيره الفاشل ده معلش الحرب اصلا فيها مدوره وما وقفت الناس الفاشل عرفوا الجنجه والان هنا هسه الان الاولويه للجزيره ترجع الجزيره تدعاف الجزيره وهسه الجيش بس مطلوب منك حاجه واحده اي قريه دخلت فيها اي قريه دخلت فيها عبر لجنه سلح ابنائها ده المطلوب لجنة ذاتها من الحي او من القرية سلح ابنائها ده المطلوب منك بس نازل الديم سلاح وعائلين تاني بعد كده اصلا شفت اي شاب قادر على انه يحمل سلاح ده اصلا نهاية تاني ما بقف هو براك بيجيب يقول لك سلحني انا نازل شافوا الشيء اللي حصل وشافوا الشيء اللي عرفوا الموضوع ده بقى مع الدنجة ده شفت ده تاني قلت لك شغل بتاع شنو شغل وجود هسه الان عندنا الاولوية الجزيرة الجزيرة دي الجيش بأي فهم حيشتغل فيها الايام الجاية دي انت براك حتشوف يعني عندك بقادم هناك برضو الجيش دفع بتعزيزات الوجهة سنجة بعد سنجة ان شاء الله تاني بعد كده حتشوف براك الشغل عندك الدالو عندك المزمومة عندك المناطق دي الآن
معلومات الواردة من سينيا انه نازل ما عندهم سلاح، لدرجة انهم بيجوا يقدموا استقاصة كويس، يستقيصوا وطلبوا نجدة وطلبوا سلاح وطلبوا ده، غير انه في جزء طلع منهم سلم يعني. يعني لا التسجين جدا تفتكر يقتنعوا لدرجة انه في جزء منهم جه سلم. تفتكر الشغلة دي لو فيها ضي نازل كام مرة وجه سلم؟ الشغلة دي ما فيها ضي يا زول، سنجة دي بتتملص منهم بتتملص منهم. بعدها بعد داك تاني القرى بتاع الجزيرة ده المفروض يحصل تاني بعد كده، دي الأولوية. كل مصادرنا اللي تواصلنا معاه وقال لي والله العظيم الشغلة دي جزيرة، بس غير الجزيرة تاني ما عندنا أولوية، نرفع تمام الجزيرة ده بعد داك تاني نشوف الدقش. طيب الناس شير اللايف ده يا اخوان، الناس الموجودة من اللايف ده شايفه تقيل جدا، اي نعم الناس نامت واي حاجة، لكن برضو الجنجة في سنجة أمورهم جايطة، لا إمداد لا زخاير لا غيره لا غيره، كملوا بهايم الناس كلها، والبهايم ذاتها كملت يعني، البهايم ذاتها كملت، وده أكبر دليل على أن الجنجة ديل كراعم كعبة، محل ما يمشي الجوع بحل بأهل المنطقة. طيب قلنا في تعزيزات دفعوا بها، وإن شاء الله هيكون في شغل كبير جدا جدا، وفي بعض الإمدادات وصلت والتعزيزات وصلت، وسنة إن شاء الله بترجع والناس تنوم قفا يا إخواننا، الناس تنوم قفا وتتفائل، بس ما تمشي لورا المخطط بتاعنا. والله العظيم الجيش وقف العمليات وفي هنا تحت لنا في كلام فارغ زي ده غير صحيح، هو لو فعلا عبد المصطفى ده بسكت ما بيجي هنا بقول لك الحاصل كله. طيب نيجي ل بحري وما أدراك ما بحري، غير بحري أول حاجة نشكر اليوم محمد المصطفى الرابعة، وده اللي شايف عمل جولة تفقدية، وزارة الدفاعات المتقدمة، دفاعات تسليحها كويس، دفاعات تسليحها كويس، لو لاحظت انواع التسليح، وده اكبر دليل على انه الفرقة دي جاهزة. وده اللي احنا نزال زمان احمد الطيب كان في مدني، دي دفاعات المتقدمة اكبر سلاح فيها دوشكا، ده كان أكبر سلاح كان عندهم دوشك. بس أنا اللي لاحظته الناس الرابعة ديل عندهم حتى المضادات، عندهم حتى الجنازير بتاعتهم والجنزرات بتاعتهم قاعدة في الدفاعات، وده شيء كويس جدا جدا. دايما السلاح التقيل ده لما يكون قاعد وأنت تكون مرتكز، أي تحرك عليك اللي بتحرك عليك ده بتكبد خسائر فادحة، لأن دي قاعدة في العسكرية معروفة، المتحرك خسائره أكتر من المرتكز، عشان كده بقول لك المتحرك كويس في ذمة المرتكز. طيب محمد قال شنو؟ قال يوم ساير رد عليه، ردينا عليك يا محمد، ما عندنا معاك مشكلة شخصية. محمد عبد الله بكر ردينا عليك يا معلم. طيب ده ناس الرابعة التحيلة، وده ناس مجربين وعندهم أولادهم شغالين بيغادر هناك في الدروع وشغالين في مناطق كبيرة جدا جدا. طيب نرجع لبحري وما أدراك ما بحري. قبل ما نرجع لبحري عندك ناس القربي، متحرك القربي برضو شغالين، برضو مدورين عمل خاص، مدورين وبالين مع بعض المستنفرين تحيلن، أقسم بالله العظيم إخواننا في مستنفرين ديل مرين عديل، في مستنفرين ديل والله مرين عديل. دي قالت الرابعة وده قال الرابعة دي، أيوة ما كانت الرابعة دي دمازين يا معلم، الفرقة الرابعة. طيب نجي لبحري يا اخواننا، بحري عموما وضع افضل من اي محور لاسباب. السبب الاول يا اخواننا انه ناس بحري ديل اكتر ناس اشتغلوا شغل مليان، واكتر ناس يعني يتمرسوا على الشغل، واكتر ناس عرفوا طبيعة عمل الميليشيا او افراد الميليشيا، ده واحد. الحاجة الثانية بحري من حيث التسليح سلاحهم كويس، من حيث العدد عددهم كبير، من حيث الأفراد أو من حيث الخبرات نازل تعرفهم، طبعا تعرفهم نازل عساكرهم العاديين ما في موقع العريف زاد عريف، وانت ماشي لفوق هنا ناس قدام وناس تخصص، وعندك ناس هيئة العمليات
مصطفى قال رد علينا. جنزلات يعني شنو؟ دبابات جنازير. كويس، 55 دي. غير كده الناس دي المدربين، وغير كده هناك في مكانات أبو طيارة، عندك هيئة العمليات، أكتر ناس بعرفوا للجنجة وأكتر ناس بهابوهم الجنجة هيئة العمليات. هيئة العمليات الاسم ده بيعرفوا الجنجة كويس وبيعرفوا قيادة الجنجة، عشان كده سعوا إنه يفككوها معمل قحاضة. الهيئة دي لو كان قاعدة زي زمان بمواقعها وبتسليحها كانوا حياة الله القيادات بتاعت الجنجة دي استلوها نهارا جهارا. أقسم بالله العظيم كان ما تاخده ساعات، لأن الطبيعة بتاعت الشغل بتاعت الناس دي عارفينها، ناس مدربين. هم مش مدربين، هم أساسا بيدرسوا حاجة اسمها قتال شوارع وقتال وحرب مدن، ده تخصصهم. فالهيئة دي لو كان قاعدة كده كاملة كده بربطتها كده، الهيئة دي كان قاعدة وكان الزول ده عمل حركة بحركتين، كان تشوف والله قياداتهم ذاتهم في المعاملة كيف. لكن هسه القدر منهم، يعني في ناس جو من خارج السودان، شوف الولاء ده كيف، جو من خارج السودان أقسم بالله العظيم، جازفوها جازفوها جازفوها، الآن انخرطوا مع إخوانهم وقاعدين الآن في الدفاعات. ده غير إنه قياداتهم مقفلين، بس الحمد لله لموا بهنا وبهنا وبهنا، الناس دي بقوا أمورهم تمام. ومن حيث التسليح والإمداد الناس دي أمورهم بقت أفضل من أول بكتير، كان هم كان ناس الجهاز، وهم أساسا الجناح العسكري بتاع أول القوة الضاربة لجهاز الأمن المخابرات. هي العمليات دي، وأنا قبل كده عندي فيديو عنهم وعن تكوينهم ونشأتهم وطبيعة عملهم، يعني فيديو قديم إن شاء الله تعالى ممكن نعيده أو ننسخ الفيديو ده ونجيبه، الناس تعرف الناس دي بيقاتلوا كيف. فوجودهم في بحري بالإضافة لناس اسمه شنو أبو طيرة، بالإضافة برضه لأولاد عمك ياسر وداخل ناس العمل الخاص، وجودهم ده سبب تفوق المحور بتاع بحري. يعني الليل الجيش في بحري قاعد يمشط، الليل الجيش في بحري عامل كنترول على بحري، حصر الجنجة في أماكن معينة، حصر الجنجة في أماكن معينة. غير كده التيم بتاع المسيرات اللي هناك شغال بصورة مستمرة وشغل كله دقيق، شغل كله دقيق ان شاء الله. انا زي ما قلت لك شفت بحر دي كذا عملية كده، بس كم عملية كده برية واسعة ما تبقى من الجن، يقسم بالله العظيم بصرية انا متأكد ما عندهم فيها حاجة. دي الحلقة الاضعف، دي الحلقة الأضعف، والسيطرة تعلم من الكلام ده جيدا. وهم ذاتهم هناك عندهم من عندهم النعمان والجماعة اللي معاه وشفاتة نديم والنعمان والنازل، أقسم بالله العظيم دي المكانات، بالإضافة لجهاز الأمن المخابرات اللي قاعدين هناك. شغل ولا ما شغل؟ فبحر إن شاء الله يا إخواننا قريبا إن شاء الله بتنظف، في أهداف برضه الليلة تم تحييدها في بحري، وانا قاعد استغرب واحد يجي يقول لك العمليات واقفه واقفه وسط القاع ودلدل، دي وين يعني؟ دي العاب ناريه وشنو؟ دي ما بلي ودي ما ذخيره، اقسم بالله العظيم. في واحد مرسل لي قال لي عندها اخويا هنا جنجة، مرسل لي في الخاص عادل قال لي ده اخوي هنا بحري. قلت له يا اخي انا في البدايه ما فهمتها، ما هو القصه ان الواحد بيرسل لك بيقول لك يا اخي والله العظيم ده اخوي وكده وكده، اترحمنا عليه وخلي المتابعين يترحموا عليه. ده رسلوا لي قال لي ده اخوي والله، قلت له ربنا يرحمه، قال لي الله يرحمه يا زول. ده كلام شنو؟ قال لي الله العظيم الله لا يرحمه كيف؟ قال لي ده جنجة يا زول، قال لي ده جنجة كويس، اتكلمت عنه انت قال لي في الفيديو في اللايف امس، قال لي انجغم الناس اللي قلت قاعدين في مجموعة كده وجغمتهم مسيرة، اترفع تماما. شغل بتاع المسيرات ده شغل عجيب يا زلمه، حتى ناس جاي لي برضه معانين منه. عندك كذلك ناس شمبات شافوا شعاع، وعندك ناس المزاد بيغادب هناك وكوبر والجماعة ديل. إن شاء الله أنا وجدتكم إن شاء الله جايكم الدقش بإذن الله تعالى. والله العظيم ينجي هناك يعمل شنو؟ يستعد، خليك جاهز للصية والله، خلي نومك خفيف، لأن الشغل الجاي ده ما شغل سهل ما بتقدر عليه. بقول لك عديل، وعندك الشفاتة بتاع الاندرومان كمان، ناس العبر ظل
أكتر ناس متحمسين لأنهم يرموا قدام ومتشوقين للشغل. انت بالك ان شاء الله هتشوف الحياة هناك عادت لطبيعتها، الناس قاعدين كأنه ما في حرب، نزل من ربنا يحفظهم. وفي ناس والله العظيم بيقول لها افضل من ان احنا كنا مثلا في النزوح، والوضع افضل بكثير. ناس هناك مجازفة عايشة قاعدين. طيب عندك كافور برضو فيها هدف تم التعامل معه، وعندك بيجان مقرنجية وسط الخرطوم الليلة برضو مدورين، وهسه قبل شوية برضو كانوا مشتبكين في المقرن. عمليات المقرن ما زالت مستمرة، عمليات التشطيب مستمرة، وأي موقع دخلوا الجيش ما مرق منه، أي موقع دخلوا الجيش في وسط الخرطوم ما مرق منه، بل إنه الجنجة حصروا في أماكن معينة. والموضوع بتاع القناصات، ما قناصات ده كان زمان يا جنجة، قناصات بتاعت شنو يا زلمة؟ القناصات بتاع شنو؟ قلت القناصات كان هنا كان مركته صيقته شابكين. انا ما عارف هل احنا ومجينا حافظ كبير؟ ما انا قصه بعد امشي المجرد امشي هناك اقول والله ما في جيش وانه في تسلل. امشي امشي امشي، قال في تسللات، قال قواتنا اشتبكت مع تسلل. قال ما يقول لكم الجيش يصير هنا، قواتنا اشتبكت مع تسلل. طيب والتسلل اللي من وين؟ ده من قبل شهر انت بتقول كلامك ده، هسه امشي شوف بغادب هناك، هسه امشي شوف بغادب هناك. طيب عندك جنوب الخرطوم يا اخوانا، جنوب الخرطوم برضو يتعافت. جنوب الخرطوم الان بيشوفه وبنظر لجنوب الخرطوم سابقا والان ما بصدق، اقسم بالله العظيم اقول لك الصبر بس، والله العظيم والله اولادنا ذل مرين وحياه الله. والله الناس زي شوف سبحان الله الظروف اللي كان شغالين فيها. ها والله العظيم واحد من المصادر قال اقسم بالله العظيم ابراهيم كان بنتمه ايام، والله قال لي بالايام ما كنا قاعدين ناكل، بل ايام قال لي ما كنا قاعدين ناكل. قال لي اقسم بالله واسه الاكل اللي احنا بنعيل له بس، والله قال لي كمان مشكل، والله قال لي اقسم بالله بقينا يعني قال لي بنشهى الاشتباك، بنشهى قال لي الاشتباك. وده غير قلت لك في مواقع الجيش استلمها كويس، في مواقع الجيش استلمها، وفي ناس تم تحريكهم قدام. وانتوا عارفين الشغل حيكون وين، انك الرواد عندك بغادي هناك جنجة بتاعنا الرمالة، العد التنازلي والله العظيم انتظروا ساي، والله ما بتصمد، انا متأكد بإذن الله. وده طبعا كله عشان امشي كمل الصندوق بغادي هناك، ويلاقوا الجماعة بغادي هناك يحازوا الصندوق، وبعد ذاك تاني حتشوف. وعندك ناس الاستراتيجية، ناس سك العملة، ناس مين، وأقسم بالله العظيم ما بتصمدوا بإذن الله. وده كلام أنا قلت لكم، والله نازل تعليماتهم من النهاية ذاته صدرت، وما بنزل منكم حاجة ذاته، لأنه أنتوا كده كده معلوماتكم واستخباراتكم عارفة. حتى الناس اللي كان بتجيبوهم تخدتهم شرك بيجي يشتغل واقع عليهم. هذا اشتباكاتكم اللي كانت في ابو حمامه كله بسبب ان الناس ما دارين تتقدموا، يعني تشركوا بناس دارين تقعدوا له في الشقق وتقعدوا له في الهنايه ما بتقاتلوا. طيب عندك برضه القصف المدفعي، صحافات جبرات جنوب الحزام، شغل زي الشغل. لا جنوب الحزام ده بالذات انا ما وريتك اجين جيت نهايه، ما تقعد يعني ما تخد في بالك انك انت خلاص الشغله دي كده امان للنهايه، نهاية ما تخط في بالك الكلام ده. شفت أمس بعض الجغمات التمت دي، انتوا كانوا مفكرين انه الجغم صدكم في الحتة دي، قاعدين بجبناتكم بدوناتكم. الغريب انكم ما جبتوها في الميديا، يعني قلتوا الطيران دق مواطنين ما جبتوها، هل قلتوا البل كيف؟ طيب نمشي عند جبل أولياء. جبل أولياء في ناس قال تمت صيانة الجسر وان شاء الله العربات هتطلع، والله ما تطلع، والله لا تم صيانة الجسر ولا غيره. الجسر ده خرج عن الخدمة يا معلم، الجسر ده خرج عن الخدمة، سقالات دي خلاص موضوع انتهى. مفروض ذات الجوية تتعامل مع من، تتعامل مع العربات الواقفة دي، عربات محملة بحقنا نحن، ده حقنا نحن اتنازلنا منه، حقنا جوية ما دايرنه حقنا وما دايرين.
كويس حقنا وما دايرين انه عربات المحمله دي عربات واقفه منتظرين باشا كده سؤال منتظرين باشا عربات لهم مشمعه كمان بقول يا اخي. طيب برضو في شغل تم وفي بعض الضربات في جنوب الخرطوم تمت والجوية برضو نشطة غادمة هناك. طيب غرب ام درمان غرب ام درمان يا اخوانا غرب ام درمان دي ما تكلمنا فيها يعني طبعا بنعرف نزيد الكلام ولا بنعرف نلمغ الحاصل من الديك له. عمليات ارضية واسعة في غرب ام درمان ما في شغل محدود نوعي محدود عمليات نوعية محدودة وقايمين بها ناس معينين يوم ناس استكساس زين والعمل الخاص مدورين هناك خلاف ذلك ما في ما في غير شغل المدرع الاسم شنو برضو المسيرات احيانا عندك اخبار سارة قالوا انه يا اخي الايام الجايه ان شاء الله حيتحركوا وحيشتغلوا ما دار نكشف الوجهه وين ولا وين لكن حيتحركوا ويشتغلوا. نحن تكلمنا عن وضعيه الجيش في مدران قلنا الجيش في مدران وضعيته افضل الجيش في مدران لا دار يدخل سوق ليبيا حيخشها من كم اتجاه الكلام ده قلناه مرارا وتكرارا ولولا والله انه الجنجي ممكن يستفيد من المعلومه كان وراناك انه الجيش قاعد وين عشان تقتنع ذاته انه الجيش ده قاعد وين عشان تقتنع انه بس شفت الظافر ده بس كده بس عاجبه انه نازل يكون قاعدين في سوق ليبيا وعاجبه انه نازل يكونوا قاعدين في المناطق دي وما دار يتحرك. طيب بالنسبه للفاشر فاشر السلطان فاشر شنب الاسد قلت لك اي منطقه كسرت فيها الشائعات ثق تماما ان الجنجه مبلولين فيها عسكريا ثق تماما ان الجنجه مبلولين هناك اي منطقه كسرت فيها الشائعات وقال لك قوات تتقدم وقال لك الجماعه عملوا ثق تماما ان الموضوع ده منتهي ما في كلام فارغ زي ده ما عندهم اي تقدم ولا عندهم اي انتظار سواقه بالخلا ساقط يا اخي ارتكازات بضاعه شرطه ارتكاز بضاعه شرطه ما قال انت تسلل وما قال انت تقدم منه تيجي تقول لي قال احنا ما عارف ايه تقدمت شنو تسللاتك الشرق الفاشل دي اللي انا لاحظ ان زاد اختفت يعني حتى التسللات بتاعكم اختفت وكل الشيء الحاصل ده كله دي كلها مقريات الفاشل قربت وخلاص احنا جنب الفرقه وهنا ده كله عشان دارين يجيبوا شنو دارين يجيبوا الفزع لانه الفزع هناك بقى بركب راس يا زول بقى ما بيجي بقى بركب راس بقى ما بيجي الفزع يا زول الفزع بقى مركب راس بقى ما بيجي انت لما تيجي تقول له يا زول راح الفاشر يتلفت شمال ويتلفت يمين وعنده ولد عمه انجغم عنده ولد خاله انجغم عنده زول بيعرف انجغم ما بيجي عشان كده بيجوا يغشوا بانه والله العظيم الفاشر قربت الفاشر ما يسمع الفاشر قربت هذا انت قاعد تحلم ساجنيه انت قاعد تسوق بالخلا الجنجه بتاعتك ديت يوم انجغم بس عندك الغايد بتاع زالنجه الغايد بتاع زالنجامس في تسلل تسلل في دقائق معدوده بس تمام اترفع جماعه صيغوا قائد مركب عميد مركب عميد قائد زارنجي ده القوة ذاته تم التعامل معه ومع قوته المتسللة وتم دحره بيجي بعربات بسيطة ما بيجي بعربات كثيرة جيغم ده إلا الطيران لكن تسلل الأرض كده نازل بيجي شفته بس يجي متدسلين في ثلاثة وبعدين هينجي هو ذاته سؤال انت عم مفتكر ان العربية بتحميك عربية بتحميك هزل عربية شنو تيجاري وانا عربي شنو بدي يا ولا يا جنجة فالموضوع بتاع الفشر ده يا اخواننا ما هنا ما 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 تركزوا معاه كتير دي حرب اعلامية حرب القرض منها بس الدعاية العسكرية او ترويج الدعاية العسكرية للميليشيا وايهام الناس انهم شغالين ما في اي شغل ولا في اي انجازات ولا في اي اختراقات اكثر من 177 هجوم على الفاشر كلها باءت بالفشل يعني ما في ابرز قياداتكم حولناهم يعني ابرز قياداتكم تم تحييدهم يعني عربات استلمنا منكم ذخيره بندوقكم بذخيرتكم لا في جوع ولا في وفي المشكله ان اخواننا الجن جابوهم الناس انه والله احنا فارضين حصار طلع فارض حصار لاي حاجه هسه الجيش زيات اسلحه نوعيه وكمان وزعت هسي ممكن عادي المشتركة تحرك كم تحرك كده بس من الجماعة اللي قاعدين في الصحراء دل يجوا يدعموا ويعضدوا كويس بعض الارتكازات ده لو الليلة دايرين توجيهات لو قد توجيهات الليلة دي انه متحرك متحركات تدخل الفاشر بتدخل الفاشر يعني كدور النص صعوبة وين كدور النص صعوبة وين
مع احنا عندنا قبل شهر 3 متحركات جات دخلت الفاشل دي عنوة واقتدارا. نوسة حبابك عنوة واقتدارا، 3 متحركات جات دخلت الفاشل. انت براك ازلت بعض الارتكازات بتاعتك الوهمية، ما كانت تشتبك معاه، ما كانت تشتبك معاه. ما في ناس كتيرة ما عارفة انه الصحراء دي كلها مشتركة. انت ما عارف ان المشتركة دي لازول لا لم اول لا لم اخر، ها ولسه ما اشتغلوا شغلهم الطبيعي. الناس دي لسه مش بربع قوتهم، الناس دي شغالين معاك ب 5% جنجة، ب 5%. ولاحظ انه دي قوات مدربة ما مليشيات. سنة قاعدين يفضحوا بيك، منو قاعد يفضحوا بيك؟ الاسناد، اقسم بالله العظيم ارتكازات كلها اسناد، ارتكازات دي والله كله اسناد شعبي ذاتهم مع عساكر، يعني مدربين محترفين قاعدين يفضحوا بيك، يقتلوا قياداتك. لواء شوف في عيو كرنه بالوطن، عميد شوف في عيو، تيجي تقول لي قال هنا انت لحد الان لسه قاعد كاتلوك ناس الشرطه وناس سناي اسمه شنو؟ الجايزه بصرف لك المدفعيه الثقيله، بس بيوهم اقول المدفعيه الثقيله. تيجي تقول لي قال يا اخي والله العظيم احنا قريبين من الفرقه، يا انت فطرت عشان تيجي تخش فرقه؟ فطرت انت عشان تيجي تخش فرقه؟ انت جايين جوي دار انت وهم دار انت سوقهم سؤال دار انت وهم انت وسوقهم يا خلق الله معقول؟ يا خلق الله زول 177 هجوم ما تحقق اختراق واحد، ما تحقق مكسب واحد، يوميا جاري مخلع عرباتك، يوميا جاري مخلع عرباتك. اقسم بالله العظيم نادي الكاكيب مجدع هناك فضيحه زاد والله عساكر من اللي بيستلم لنا ناس المشترك. تيجي تقول لي قال الفاشر، الفاشر ده ساعه لك يا جنجه، اقسم بالله العظيم ما مرتك انت الفاشر دي بالمناسبه. ترى خلي هسه الحق باقي المناطق. طيب معاويه ادم قال اذكرنا، ها معاويه ذكرناك يا راكز، شرفتنا ونورتنا السيد معاوية. طيب لحد هنا اخواننا بنقف. سنجا خبر شنو يا سيد ابو عائشة؟ سنجا قلنا لك ان شاء الله قريبا بتتنرس من الجنجة، والان تم الاعداد والان التعليمات النهائية صدرت فيما يخص موضوع سنجا. بإذن الله هتشوف براك. ده قال يا راكز المادة 180 شنو؟ تملك جناية. طيب مدني صبرا جميلا الله المستعان. نعم الحاصل شنو في الخرطوم؟ أمجد لوف الحاصل في الخرطوم انه انت قصدي محور، يعني محور بحر الناس شغالين فيهم، دربان شغالين في جنوب الخرطوم، ده ام الشغل هناك. الدروع امورهم ماشيه كيف؟ لا حول ولا قوه الا بالله. محمد عوض اين انت يا محمد عوض؟ يعني انت قاعد وين؟ يعني نحن يومين بنقول اكثر ما انت قاعد تتكلم عنها لو انت ركزت جنوب الخرطوم كويس. قرب المناقل كيف يطمن خالص يا معلم؟ احمد جزيرة طيران شغال جد والله في الحياة. الطيران شغال في الجزيرة في عدة محاور يا معلم، في عدة جبهات الطيران شغال، وسط الخرطوم خالد عمليات مدورة في وسط الخرطوم. النيل الابيض، النيل الابيض برضه فيه ضربات جوية بالاضافة برضه لتحركات. ده قال لي ليه اللايف متأخر؟ اللايف متأخر لأن أنا اليوم كنت مريض شوية، يعني دايما بحضر اللايف في اليوتيوب إلا الليلة. تسلم يا غالي. الحاصل في نصف الجيل شنو لسه؟ لحد الآن عمليات مسيرات فقط، الدويم وقر الدويم، الدويم بخير ما في حاجة غير فساد بعض أفراد الشرطة. هما قلت لي ما قاعد ترد علي، ليه ما أرد عليك؟ عندي معك مشكلة شخصية؟ نيالة والمطار بنجلها في لايف تاني. آيات ربنا نصر البلاد اللهم آمين. شيماء جلال الشقيلة بطيبة فيها جنجة، فيها جنجة، لكن الناس هناك قاعدين ومتعايشين. يعني المناطق دي لأنها هم ذات ما الجنجة هناك أخواننا بيجوا، يعني أكتر حاجة بيجوا يحرصوا على إنه نازل بيجوا، يعني بالذات في العاصمة ده أنا لاحظت الحكاية دي. اي زول خايفين منه بمشوا بخطوته تحت حاجة اسمها تعاون مع الجيش.
كويس، لكن إذا أنت مواطن قاعد عادي ساكت بتقعد في كمية من الناس قاعدين هناك، لكن بتسرق يعني، في ناس ما خدوا لهم حاجة. ده قال لي نوم السهر مضر شديد، فعلا السهر مضر. هل صحيح تم تغيير على النيل الأبيض؟ لا غير صحيح لسه، وإن شاء الله ونسعى إلى ذلك وطالبنا بذلك. الدوام كم إن شاء الله؟ ألف سلامة عليك، الله يسلمك، الدوام بخير يا معلم. ألف سلامة عليك يا أبو خالد، تسلم تسلم شاذلي، تسلم تسلم يا ست الكل. مدني مدني قريب 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 يا هنا، مدني قريب إن شاء الله بتتعافى وبترجع لحضن الوطن. عبده ده قال يا أخي هناي عبرنا مرة واحدة. أبو ريم، أبو ريم حبابك. تقى، تقى قال بترد لناس معينين. والله يا تقى يا أخي والله يا سبحان الله، تقى ما قاعد أرد عليك حتى في الخاص، ما قاعد أرد عليك. معقولة يا تقى تتكلم كيف؟ ولا أنت قصدك في اللايف؟ أجر وعافية إن شاء الله، تسلم يا غالي. تسلم، نتمنى جودات يا قطن متحرك تحرر الجزيرة. جودات برا في مكانات كبار يا زول قاعدين هناك، في ناس جودات زاد شفتها يعني من ضمن القيادات. ايوه جودات هناك، لكن في ناس قدام قاعدين هناك يا معلم. الرشيد نحن هنا معتز حبابك، انا شفاف ولا شنو؟ جادو ولا جدو؟ جدو كيف يعني شفاف؟ معقولة؟ هل المهندسين أمان للرجعة؟ مهندسين وين؟ لكن حدد والله، المناطق دي كلها أمان يا معلم، أفضل بكتير. معلش لو كان قلت لها المربعات والحتات دي. طيب العندليب قال ما بيرد عليك، كيف ما بيرد عليك؟ وده الشمالي حبابك والله. أمير حبابك كفارة وسلامتك، تسلم يا محمد وكاش. طيب تسلم تسلم. ده قال لا ده كنت بتجيب طرمبة حمد. لا والله نهائي ما حصل جيزة. طيب ده قال دقيقة، الزول ده من جبيل قال انت دقيقة 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 دقيقة. طيب ده قال المهندسين يا حبيبنا، المهندسين دي كان ده ترجع ارجع ساكت، شيلها مني انا، المهندسين دي ده ترجع ارجع ساكت كم امان. طيب قال عندك الرايد وليد والرايد حسن في جوازات النيل الابيض الدويم يا ود المصطفى كدكات درجة تقف تأمر رد لي هنا. طيب يا حبيبي طيب انت نازل طبقوا معاك موقف، لو طبقوا معاك موقف تعالني في الخاص اشرح لي الموقف طبقوا معاك، رسل لي في الخاص اذا طبقوا معاك موقف معين. وإذا أنت عندك بس خبر عن الموضوع ده نستفسر لك، نستفسر إذا كان المشكلة. أنا الرائد وليد ده بعرفه يعني، بعرفه وحتى عنده دفعته، زول محترم، لكن هو صراحة حرامي. معلش يعني يا سيد وليد، لكن أنت كدك يعني. طيب تسلم يا كوثر، كوثر تسلمي. هل بطلع جسر جبل أولي بأثر على النيل الأبيض؟ لا ما له أي تأثير يا معلم. على الأقل أظن قال بعد الحدث لازم تكون لك دور في توعية المواطن للتعامل مع جدنا يا معلم. إن شاء الله كمال، ألف سلامة لا بأس عليك، تسلم. طيب جلال، جلال الطيب، جلال الطيب كده كيف يا جلال؟ طيب دقيقة قول لي رأيك شنو في الكلام ده؟ وده الحسين شغله تعبان، السيطرة عايزة شباب. ما هو الشغلة دي بالأقدمية. وده الحسين ما ده بعد برهان، وده الحسين ده بعد برهان للعلم يعني. الشغلة دي ما أقدمية، يشيله بس يجيبوا لنا دول كويس. تسلم يا هوما. طيب ده قال أنا عندي لك سؤال وبعتبره مهم. دقيقة نشوف سؤال الزول ده. دقيقة طيب
قال عندي لك سؤال بيحصل تراجع للجنجة. طيب قال يعتبر مهم، قال لو الجيش هاجم من محور المناقل والفاو وباقي المحاور قال شنو؟ قال بيحصل تراجع للجنجة والخرطوم. ودي النقطة الأولى. طيب ها النقطة الثانية، النقطة الثانية اكتبها لي. بتحصن دايما ريم رنيم، والله كلامك صح، التحصين ده أهم حاجة. سواح مدير، سواح مدير انت عندك زول نصب عليك صح، تيجي تدينا التفاصيل والمعلومات وان شاء الله بيلقى نفسه هنا، بس بنجيب لك تفاصيل، وحتى لو لم تملك معلومات دقيقة عنه اذا انت وصفت لنا الوصف بنكلم حبايبنا هناك يشوفوا. حاول خلي زمان الله في بدري. يا ابو دعاء يا ابو دعاء يا ابو دعاء، انت وين يا ابو دعاء؟ يا انا قلت لك الليلة عيان، لاحظ ده صوتي ده كلامي، انا الليلة هذول عيان مؤامن بالمرة. طلعت قلت عشان الناس ما يقولوا يا اخي الله نازل مبلولين، بري خبر شنو بري دي، والله فيها شغل لسه، بري دي ما ترجع هسه، خليك قاعد شويه. طيب اللاماب، اللاماب برضه انتظر شويه يا معلم، اللاماب دي انتظر شويه، قرب ام درمان العمليات شويه هناك، قرب ام درمان. وين غرب ام درمان؟ طيب يا حسام، حسام قال مقتنع بقى، تسلم يا رايك شنو في حركه تحرير ولاية الجزيرة؟ خلي المرة الجاية، نتمنى انه تعمل حلقات توعوية راتبة راكز خاصة في الفساد. جدا 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 ده حيكون لايف منفصل يعني. طيب يا حبيبي وزير الدفاع وين؟ وزير الدفاع ده دور شرف، وزير الدفاع وين؟ وزير الدفاع ده شفت يوم واحد وعمك ذاته ياسين عربي ده، والله انا ما اعرفه ذاته يعني. عمك ذاته ده قديم بالمناسبة. وزير الدفاع دور انا ما عارف، اول مره في حياتي القى حارب مدير وزير دفاع دور شرفي. وصح رئيس الاداره كان عصب الجيش، لكن الزول ده اختفى اول مره كان قاعد في السودان هناك داق السمك والحاجات دي. العشره فترنا من كتابه العشره جدا يا معلم، العشره نجيب لك تقرير عنها كامل شامل، ولا تزعل نفسك يا معلم، شيرك بجيب غيرك وبحمل بس. ايوه كلامك صح، أفيدنا في قرى النيل. الزول ده قال قرى النيل ولا قال انت قاصد كده؟ عد ليه السؤال حطاب، ما له حطاب. سلامتك يا عارفة، تسلم يا باسط، ألف سلامة عليك يا عارفة، تسلم يا معلم. أركبت دي منسية والله يا عواطف، أسمع كلامي ده، المناطق دي كلها إن شاء الله حتنضف. أركويت وما أركويت الآن في أولوية لمناطق معينة، أماكن تواجد الجنجة وما تبقى من كتلتهم الصلبة الآن أولوية، أما المشتتين داخل الأحياء دي بيمرقوا برم. صبرا بس، خلي الموضوع، خلي الصندوق ده يتواسى وحتشوف براك يا عواطف. مجاهد مصطفى وفي وزير دفاع يعني؟ أي والله يا سمر، قال في وزير دفاع، ما لا عمك ياسين ما بتعرفه ليش قاعد عمك ده، عمك ده ده آخر اختفي، لأن أنا أساسا ذاتي ما مقتنع به. الله ينور عليك يا راجل، استسلم. شرق النيل الحيوسف خبرها شنو؟ شرق النيل الحيوسف دي فيها شغل زي الشغل يا معلم، بتاع جوية فيها شغل زي الشغل، فيها تمانية عشرات ومعام ثلاثة عصفور جلسة ترم قبل شوية، يعني 83 جلسة ترم، ولسه في جزء متعرف عليه. المصفى خبر شنو لسه يا معلم؟ الحاصل في محور الفاو نايم المحور ده، معتمد على عمليات نوعية معينة. طيب سيد الله دي الناس فرصة، سيد سائل 150 سؤال، الحاصل شنو معي يا سيد الشاعر؟ دي الناس فرصة نشوف معك، سأل الزول 500 سؤال، الحاصل شنو في محور الفاو؟ الحاصل كل مرة يخط نقطة، المحور ده لسه ما لا جديد، لكن مقارنة وقت مقارنة بزمان المحور ده الآن نشط شوية يعني. طيب السمراء كيف؟ طيب في ناس رجعوا قاعدين هناك، سمراء دروشاب كدر الحتات دي والحلفاية والمناطق دي أيضا وجدت فيها أحمد ربه. شرق النيل لو نطفت نطفى السودان كله. أيوة ما هو في
يعني انا ما اعرف، لكن في ناس انا لاحظت الحاجه، واحد بيقول لك والله المنطقه اللي هو قاعد فيها لو نصفت فعلا شرق النيل مهمه، يعني مهمه، وشرق النيل ما دايره كتير. انا متاكد شفت لو دخل جيش اغلبيه المدعومين هناك بصيجوا، رد علينا. طيب يا فاطمه، فاطمه انت قلت شنو؟ فاطمه بس كانت بلاي، رد علينا ساي فاطمه سيد، سؤالك شنو يا فاطمه؟ دبل السؤال. اول يوم نعلق جدا، والله ده شرف لنا كبير يا نادر، كونك اول يوم تعلق لنا، ده شرف كبير لنا والله. يا سلام يا سيد نادر، شرفتنا ونورتنا. شكل العدة جات اليوم الطيران. لا لا، الطيران اصلا فكل اللي جاء معلم هوي اصلا. شوف اي شغل ده قال متحرك السيارات، خبر شنو المتحرك ده؟ والله طبعا موكل له مهام محددة والايام دي واقف، يعني ما شغال. لكن طبعا ده اكتر متحرك جنجة بتحاشوه، يعني ما بيشتبكوا معاه اشتباك مباشر. كان قاعد يطلس محمد خليفة، قال المتحرك ده وقع في كمين محمد خليفة. ما هو زول اساسا لا يمتلك اي مصدر، زول مصادره صفحة في الميديا، غير كده هو جنجة يعني شايط مع القحاطة. بختك يا نادر، قال نحن بنعلق لنا 100 يوم. مبارك مبارك التاج، كيف يا مبارك يا معقولة يا؟ لماذا التخاذل في النيل الأبيض رغم أهميتها وحساسيتها؟ حبيبنا أنا الكلام ده والله حفظته للناس حفظ، قلت إنه النيل الأبيض دي إذا حصل في أي تهاون أو أي تخاذل هيكون كابوس كبير جدا جدا، لأنه تاني بعد كده هتشهد، يعني بلاك هتشوف المرتزقة هيجوا بكميات كبيرة قدر شنو. عشان كده نحن بنقول اهميتها، وان الابيض دي من حيث الجيش فيها جيش يسد عين الشمس، لكن المشكله القيادات. يشهد الله، قال انا بفرح بطلتك يا اخي، والله ده شرف كبير لنا وضل الباسن. طيب ده قال لي ده المصطفى، قول لي قاعدين نرد عليك. معقوله يا محمد؟ معقوله؟ معقوله يا ابو حميد؟ معقوله؟ وينه التعليق بتاعك وينه؟ آه محمد، محمد مو محمد طارق يا هلا، قول لي عادي ما برد لك. ليه بيني وبينك مشكلة شخصية يا محمد؟ اه شبيه دفعتي. معقول يا محمد؟ وضع المصطفى راجع الخاص ضروري الأمر مهم جدا يا معلم. رؤى بشوف رؤى 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 قالت شنو؟ رؤى تعليقك فات فوق شديد يا أخي، دقيقة نجيبه. اعمل لي تعقف في رؤى دي. رجل الله وضع المصطفى سب التعليق ده وادعو له اخوي. آه ده خلاص ثبتناه، الناس تدعي اخواننا، ما هناي ما تقصر الدعوات، ربما تكون في دعوة مستجابة تصادف الأخ طارق طريح الفرج نظرا أنه ربنا يديه العافية. سنجة، طيب يا أختي العزيزة سنجة دي إن شاء الله الأيام الجاية حيكون فيها شغل كبير جدا جدا، وبلاك حتشوف يعني. شنو ميسي قال أول مرة أحضر لك لايف المنشورات بتفعل، لكن تسلم والله ده شرف كبير لنا، من اكثر متابعينك وبحبك. تسلم يا مهند. انا قال شنو كفرت شنو دي؟ اه قال انا كفرت لك، ما قاعد ترد لي. معقول يا عبير؟ يا معقول يا عبير؟ ليه ما رد لك؟ بيني وبينك مشكله. طيب كوبر 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 ولا شنو؟ في خبر بيقول كوبر ماشي. شنبات يا راكس، شنبات ان شاء الله حتنضف، لانه خلاص العين علاه، ان شاء الله حتتمرس منه. توتي توتي لسه والله كذب عليك لسه. طيب هشام الجزولي قال لنا الله نحن محظينا بالسلام، اسلم عليك والله. لنا المشكله توتي. الهلاليه يا حبيبي الهلاليه، والله يا معلم نسال الله ان ربنا يرفع البلاء عن اهلنا في الهلاليه. الوفيات والله عددها زاد شديد، يعني كل يوم بتزيد. نسال الله ان ربنا يرحم الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى، ان شاء الله ربنا يحفظ من تبقى فيها، ربنا يحفظهم ان شاء الله ويخلصهم من عدي من الانسانيه ديل. لكن ان شاء الله انت هتشوف في مقبل الايام ان شاء الله بيحصل شنو. والله ده المصاب علاقته عليه بوريق تعليق. اذا معقول يا المعز عيسى تعليقك فيه شنو؟ وفينا عزم يصحو وهم بالروح قد ضحوا. تسلم يا ام جهاد نبض الله، كلام في محله. طريق الأبيض أم روابة 200 يا راجل، تسلم يا أرواح، قريب إن شاء الله. الطريق ده طبعا عنده متحركات، يا هو متحرك الصياد وديل، لكن لسه ما شغالين شغل كده بيقولوا عليه يعني.
عندهم مهام محدودة. طيب هذا المسلم ما تكلمت عنه في موضوع شكوى، أرجو الرد. شكوتك بتقول شنو يا ود الرد، ولا شكوتك بالخاص؟ العندلب تسلم الله في كله. أنا ما رديت على تعليق، أنا ما ذكرتها. طيب ليه أنا أرد على تعليقك؟ بس أنا هثبت التعليق. ياهو ثبتنا التعليق بتاعك كده. كيف الله كله قال ما ردد على اسمي؟ دقيقة دقيقة، ده هو ثبتنا لك عدل. برشا مهم، برشا مصيج كلامنا عن تأثير جسر جبل أولياء وتهديد مؤثر على الجنجة فقط، أنا ما عنده أي تأثير علينا. علي محمد علي ردينا على فرح، قالت فرح الحمر يسلم عليك. تسلم يا فرح يا أخي، تسلم والله، حصل لنا الشرف. ما بتقرأ تعليقي؟ البائس العبوس يا أخي، يا أخي معقولة يا أخي؟ التبائس معقولة يا معلم؟ غير الاسم، تفاءل، تفاءل بالخير تجدوه. كيف ما أرد عليك؟ أرد عليك إلا أنا، وين المشكلة؟ طيب سكر سنار، وهل هو العسر الذي لا لا، السكر ده بالذات ده شغل تقيل جدا جدا. فاطمة، فاطمة سيد، فاطمة كده، فاطمة انت ورينا فاطمة انت. والله انا ما اعرف فاطمة دي تعليق ده شنو، يومين بتقول كده. كويس يا كوثر، الزول ده والله اختفى وجات توجيهات. عمر السيد بتاع الكعبة الجداد، الزول مزيل المسن، الزول ده اختفى وجات توجيهات. ده قال لي تتكلم بالراحة كده، دنيا ليل وانا عيان يعني، بتكلم بالراحة كيف؟ قلنا لك الكلام ده بداية اللايف. طيب مزاجك الليلة رايق يا رب. تسلم تسلم، أيام بس عشان كده دي الشلاقة، الليلة معدومة. طيب سؤال، خش في السؤال عشان نرد عليك. أي خش في السؤال يا محمد الشيخ. سؤالك بيقول شنو أكتر حاجة ممتعة في اللايفات؟ جميلة معقولة يا معلم؟ تسلم يا، لا 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 فهمتك، قال أكتر حاجة في اللايفات معقولة يا معلم؟ هاي دي حاجة أنا معتاد عليها حبيبنا، ربنا يشفيك. تسلم يا ود مبارك، أول مرة أعلق. طيب يا إخوان عليك الله حلوني من فاطمة دي. دقيقة تعاقوني في التعليق بتاع، أقسم بالله تعليقها بيمشي فوق. قال لي شكله كده، تعاقوني في التعليق بتاع فاطمة دي، تعاقوني في التعليق بتاع فاطمة. قالت أول مرة أعلق دي، نشوف التعليق بتاعه فيه شنو. دي المرة الثالثة، حلونا منها فاطمة دي. ما دام تزعل مننا زعل النسوان ما حبا. دقيقة خلينا نحضر الزول القاعد بس كده اختفى. صح بنحبك يا اخ من من، والله انا بالاكتر. هذا المصطفى بعد اخباره شنو بخير؟ اول مرة قال اعلق بس كنت داير اعرف الحاصل على اهلها في الجزيره. الحاصل في الجزيره والله يا فاطمه انه انت زي ما عارفه يعني، واغلبيه الناس عارفين انه يا اخي حاصل انتهاكات، وحاصل انه المواطن هناك مقصود، وانه نازل استهداف استهداف مباشر يعني. في قرى منكوبه الان داخلين فيها الجنجه ديل، والغرض منها تهجير المواطنين واذلال وانتهاكات. ده الحاصل في الجزيرة. نزل لأنه ربنا يخفف على أهلنا في الجزيرة وعليكم بالدعوات. تسلم، وحصل لنا الشرف لأنك علقتي. شيماء، شيماء جلال، إخواننا شيماء دي برضو حلونا منها. شيماء أنت قلت شنو؟ تعليقك كان شنو؟ وفي محمد الطاهر ده برضو تعليقك شنو؟ انا كمان علقت كم مره. تهاني عبد القادر ما ردت، قمت طلعت من اللايف ثاني رجعت. حقق علينا تهاني، حقق علينا تهاني عبد القادر. والله تعبنا من الغربه قالت. والله يا اخي اسال، لانه ربنا زي ما بيقولوا كده يرجعك يعني، ترجع سالمه. ندعو لك ولا انه ربنا يرجعك سالمه غانمه ان شاء الله. ما في عزه من الوطن والله، ما في اجمل من الوطن. وطني ولما لبطني، ان شاء الله بترجعي. سموره وين الليله؟ سموره بتصحى لك ده الزمن ده يا اخي، سموره ده الزمن ده في 700 نومه نايمه.
رزاز اللهفة، كيف ما أرد عليك؟ أم عبد الله حبابك يا رزاز، هذا المصحف ما عرفنا أقول. أيوة كلامك صح، المجاورة ما بتنفع. سألتك من شرق النيل والوضع فيها، والله يا دقيقة أخوانا، قالت سألتك من شرق النيل والوضع فيها، في كلمة تانية راحت فوق. المهم نرجع على شرق النيل. شرق النيل طبعا لحد الآن ما في عمليات برية، الحاصل كله يعني قصف مدفعي أو عمليات جوية، ده في شرق النيل. آه لكن الوضع في شرق النيل على العموم الناس هناك قاعدين وصابرين، يعني قابضين على الجمر وصابرين، لكن بإذن الله شرق النيل دي بتنضف بإذن الله. نعم العوافي إن شاء الله. تسلم يا كوثر علي عثمان، في رعاية الله. ده قال كيك المختفي، وأنا أوه سارة إبراهيم، وأنت مالك يا سارة إبراهيم؟ سارة إبراهيم أنت مالك؟ قالت وأنا، إحنا بنرد عليك، ليه ما نرد عليك؟ قال أنا جيت متأخر يا حبيبنا. آه كده طمنا. طيب مستشفى درمان، طيب يا أخينا نفسنا نعرف موضوع مصفى الجيلي قريبا إن شاء الله. يا سلام على النمكة، بس تسلم يا أحمد بخيت نوم العوافي. أول مرة أعلق ونرجع للصحافات قريبا يا أخي، قصدي ما رديت علي، ما ذكرت، ما ثبتت تعليق، ثبتنا تعليق هاي عشان ما تقول الزلمة ما ردها. طيب سلمى قالت سلمت عليكم ما رد سارة إبراهيم. لا عادي يا زلمة، اشرح لنا موضوع الجسر الله يفجاي. الليلة رديت على الناس كلها، والله انا لو بلقى زمن اتمنى اسمعها اليوم كله، ولا ايش لو بلقى زمن يعني. سالتك كثير من جبرات، طيب جبرات دي انتظر، بس جبرات دي انتظر يا معلم، في قصف مدفع مدور هناك في جبرات دي. ربنا يحفظ السودان ويحفظك يا غالي. تسلم يا اخواننا، لحد هنا ونقيف، ولا نلتقي غدا باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحياتنا.